شيخ صالح، الواقع فيما يتعلق بالوقف، إذا تغيرت المنفعة من هذا الوقف فما الحل في مثل هذه الحالة؟ إذا تعطلت منافع الوقف كما ذكر الفقهاء فإنه يباع وتصرف، يصرف ثمنه في مثله، هذه القاعدة الشرعية. نعم. إذا تعطلت منافع الوقف فإنه يباع وتصرف قيمته في مثله، ولكن تطبيق هذه القاعدة إنما يتم على يد القاضي. نعم. للنظر في الواقع وهل تنطبق عليه هذه القاعدة ولا تنطبق. نعم.